هيذكر التاريخ لمصر انها تصدت وجبهت اخطر فكر متطرف ارهابي لو تمكن من الارض لحرق الارض. بملء فيهه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين منذ توليه المسؤولية بتطهير ربوع مصر وسيناء خاصة من الإرهاب. وعد الرئيس جاء بعد دراسة معمقة للأوضاع الأمنية بعد 2011 وورود معلومات مؤكدة عن تخطيط قوى الشر لجعل سيناء معقلا للإرهاب وجبهة للصراع مع دول مجاورة لتقول القوات المسلحة المصرية كلمتها العليا. سيناء أرض البطولات والشهداء، والإرهاب لا مكان له على أرض مصر. بانت المؤامرة بأبعادها الكاملة في 2011 والناس مشغولة في الميدان، كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كانت خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة، ف الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير ان احنا ندخل بقوات، عملنا الاجراءات المطلوبه مع الاسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم وقلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقه في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الثمن عنوان الندوة التثقيفية للقوات المسلحة لإحياء 9 مارس يوم الشهيد، يوم حفر في قلوب المصريين منذ استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وقواته على جبهة القنال عام 1969. مسيرة شرف سطرت في التاريخ ولا يزال يسطرها أبطال القوات المسلحة بدمائهم حتى اليوم ذودا عن الوطن. في ثمن كبير قوي قوي الدفع بخلاف دم الشهداء والمصابين اللي اتصابوا، يعني هان عليهم ارواحهم يعني. فلما بجد ان احنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي احنا فيها وحياتنا، وده امر طبيعي يعني، اقول بس يا جماعه ده في ناس ما بتنامش، وفي ناس بتموت أو بتستشهد يعني، عشان إحنا نبقى في سلام. وفي كلمته بمناسبة يوم الشهيد طمأن الرئيس المصريين على وضع البلاد بأنه الأفضل، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية ليست معيارا لقياس قدرات الدولة الكبيرة. إذا كانت الناس هتتصور أن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية، أنتوا بتظلموا القياس. أنا بتكلم بصراحة يعني، إذا كنت هيبقى القياس بتاعنا إن إحنا نقول طب ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه؟ طب وإحنا في 2012 كنا عاملين إزاي؟ طب و2013 كنا عاملين إزاي؟ مهم قوي إن إحنا مش ما ننساش، نبقى عارفين إن الحالات ديت معناها إن الدولة كانت خلاص يعني، مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب أهلية ونقعد كده بقى سنين طويلة. وخلال الحفل كرم الرئيس أسر الشهداء والمصابين ومصابي حرب أكتوبر 73 والمصابين من أبطال وأهالي سيناء. 11 سنة من ساعة ما اتخرج
من 2011 لحد ما استشهد وهو في سيناء، قاعد من العيد الصغير لحد قبل العيد الكبير لحد الاستشهاد، والله ما شفته، أنا ما شفتوش يعني حوالي شهرين بالظبط، ما شفتوش ولا كنت أعرف أنه أي حاجة. قلبي كان وجعني بس بقيت أدعيله، لذلك هو كلمني بس مرة يوم الجمعة قبل الاستشهاد بيوم، وكان قبل الاستشهاد بيوم ده كان يوم ترقيته، كان رائد 1/7، استشهد 2/7، خد المقدمة يعني خد الرتبة الأعلى، بس عند ربنا. وفي حواره مع أمهات ثلاثة من شهداء القوات المسلحة أطلق عليهم اسم مثلث القيادة، أكد الرئيس أن ارتقاء الشهداء وغيرهم كان سببا لدخول التنمية أرض سيناء بعد تطهيرها. التمن اللي ما ننساهوش حقيقي هو أن احنا نخلي بالنا من البلد ديت، وأن الكلام ده ما يتكررش فينا تاني، والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطة، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. عروض فنية قدمها فنانون وأغاني وطنية، بريتات جسدت حجم التحديات التي قهرها أبطال القوات المسلحة في معركتهم ضد الإرهاب، وكيف تحمل أبنائهم وأسرهم ثمن التضحيات التي قدمها الأبطال. وبنفس قوة الحرب ضد الإرهاب في سيناء كانت قوة معركة البناء والتنمية، حيث تدفقت المشروعات العملاقة لأول مرة في سيناء منذ استردادها في حرب اكتوبر 73، ليتحقق حلم مصر والمصريين شعبا وقيادة بتحويل سيناء إلى رقعة سلام وتنمية تحقق الرخاء للمصريين. محمد شلآمي، التلفزيون المصري.